رقمي تي في. Welcome you to Bali. Today we launch the Huawei Mate S. هواوي ميت اس أحدث هواتف الشركة الصينية التي أعلنت أنها أصبحت ثالث أكبر شركة للهواتف بعد أبل وسامسونج. ميت اس من فئة الهواتف الرائدة بمواصفاته المرتفعة ويعمل بنظام أندرويد لولي بوب وجاء بتصميم من المعدن منحني من الخلف لسهولة مسكه، كما أن زواياه منحنية وبسماكة 7.2 ملم ووزنه 156 جرام. الشاشة مقاسها 5.5 إنش وبدقة فول اتش دي مع كثافة 401 بكسل لكل إنش من نوع أموليد ومحمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس 4. وقارنت هواوي أبعاد هاتفها بآيفون 6 بلس، حيث جاء ميت اس أقل عرضا وطولا رغم أنهما يتمتعان بنفس مقاس الشاشة. وبهذا تقول هواوي إن هاتفها أفضل استغلالا لشاشته بمساحة 73.9% من مساحة الهاتف الأصلية. والمفاجأة التي أعلنتها هواوي أن الشاشة تحمل تقنية فورس تاتش والتي تستجيب لأوامر اللمسات وفقا لقوتها، ويتم استخدام الشاشة ميزانا لوزن بعض الأشياء مثل برتقالة ثم وضعها على الشاشة. لكن ميزة فورس تاتش ستأتي مع النسخة ذات سعة 128 جيجا بايت فقط والتي سيتم إطلاقها لاحقا، أما نسختا 32 و 64 جيجا بايت للأسف لن تحتوي على هذه الميزة. المعالج من نوع كيرن 935 8 نواة بسرعة تردد 2.2 جيجا هرتز بالثانية ورام 3 جيجا بايت، ويستوعب شريحتي اتصال مع إمكانية إدخال ذاكرة خارجية مكان شريحة الاتصال. الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل والأمامية بدقة 8 ميجا بكسل مزودة بفلاش LED لمحبي تصوير السيلفي. وتحتوي الكاميرا على وضعية تصوير احترافية ويدوية خاصة يتحكم بها المستخدم لالتقاط صور احترافية، ويمكن استخدام إصبعين على الشاشة لقص وتعديل الصور. ومن أهم مميزات الهاتف مستشعر البصمة الذي جاء بالخلف أسفل الكاميرا وجاء بتحسينات ملحوظة وأصبحت حساسيته مرتفعة، ويستخدم أيضا لالتقاط صور سيلفي ومهام أخرى مثل استعراض الصور بالهاتف، ونعتقد أن مكانه بالخلف مثالي جدا. كما أن الهاتف ضد الماء ولديه تقنية أكثر تطورا في تصوير الوثائق والمستندات والطباعة لاسلكيا، كما يمكن تخصيص نقرات على الشاشة كاختصارات للوصول إلى تطبيقات أو تنفيذ أوامر معينة، بالإضافة لاحتوائه على سماعات ذكية تستطيع تمييز صوت الأفراد مما يجعلها مميزة لتسجيل الاجتماعات والمقابلات. البطارية غير قابلة للإزالة وقدرتها 2700 ملي أمبر، رغم أن شاشة بهذا الحجم وهاتفا بهذه القدرات يحتاج لبطارية قدرتها أكبر من ذلك، لكن هواوي تقول إنها تكفي لأكثر من يوم من الاستخدام العادي، كما أنه يدعم الشحن السريع. وفقا لرئيس الشركة فإن شحنه لمدة 10 دقائق يكفي لإجراء مكالمات مدتها ساعتان. الألوان المتوفرة هي الذهبي والذهبي الوردي والتيتانيوم الرمادي. السعر المتوفر الآن يبدأ من سعر 730 دولارا لنسخة 32 جيجا بايت و785 دولارا لنسخة 64 جيجا بايت، ولم يحدد سعر نسخة 128 جيجا بايت، لكن نتوقع أن يتم طرح هذا الهاتف في المنطقة العربية بسعر أقل. كانت هذه نظرتنا السريعة لهاتف هواوي. لا تنسى أن تضغط لايك أسفل الفيديو وتشترك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد من رقمي تي في.